قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قبل أن أدخل في حديثي هذه الليلة وأحاديثي في الليلة القادمة، قدم مقدمة لعلها هي تعطينا فهرست كامل لأحاديثنا القادمة إن شاء الله. نحن نعلم أن ثورة الإمام الحسين تحتوي على تجدد في كل سنة وفي كل عام، ولربما يقول قائل أنه أنتم في كل سنة تقولون نفس الكلام الذي قلتموه في إيش؟ في السنين الماضية، يعني ما عندكم شيء جديد، ما عندكم أفكار جديدة، ما عندكم إبداع، ما عندكم خلاقية. هل هذا بسبب الحدث الذي تتكلمون عنه؟ إذ هو حدث محدود، فبالتالي الأفكار تكون محدودة حوله. الجواب في الواقع يتضح من خلال هذه المقدمة التي سنذكرها. أولا نقول من الملاحظ أن ثورة الإمام الحسين مصدر للتجدد، للخلاقية، للإبداع، وأن ذلك مرتبط بشكل وآخر بسبب هذه النهضة وتفسيرها، وقدمت لها تفاسير متعددة. فسرت ثورة الحسين على أساس غيبي أو على أساس تاريخي أو على أساس سياسي، أو فسرت على أساس اجتماعي، وهذا في محله. لكن قالوا أن هذه الثورة عندها ارتباط بمصدر الخلود فهي خالدة. الخلود ماذا يعني؟ الخلود يعني البقاء والاستمرار والديمومة، وهذا لا يملكه إلا الواحد المطلق أو من يرتبط به، يعني بالإله سبحانه وتعالى. ومن هنا علماء الكلام يبحثون في أسماء الله الحسنى عن بعض أسمائه، إلا منها الباقي. افترض الآن عندنا أسماء مثل السرمد، الله سرمد، الله أزلي، الله دائم، الله قديم، لكن من ضمن أسمائه الحسنى التي يبحث عنها علماء الكلام والعقائد وعلماء العرفان ومجمل الدراسات العقلية في الإسلام، تبحث عن أسمائه الحسنى المرتبطة بديموميته وخلوده، وهذا ما يبحث تحت اسم الباقي، الله باقي. ولذلك قال في سورة الرحمن: كل من عليها فان، منتهي. لكن شنو اللي يقابله؟ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ثم يعقب بالآية التي يكررها، كررها فوق 50 مرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. أن هذه من نعم الله على الإنسان، وهو بقاء الله وديمومية الله وسرمديته. هذا الخلود الإنسان يتعلق به ويريد أن يخلد، ولذلك اللي يسكن الإنسان يقول أنا بعد الموت ما راح أنتهي، راح أعود. هذا يعطي أمل، يدفع عنا التشاؤم، ينسجم مع فطرته، فهو متعلق بشيء مطلق دائم.
ومن هنا كان نعمة هذا للإنسان. فبأي آلاء ربكما، يعني نعم الله، تكذبان الجن والإنس؟ الله باقي، زين شنو ربطه؟ الله باقي شنو ربطه؟ أنه يكون نعمة بالنسبة لنا اللي يخاطبنا القرآن وهو الإنسان. قال لأنه بقاء الله سبحانه وتعالى يعني من يتعلق به أيضا سيخلد، سيبقى. هذا البقاء وهذا الخلود معناه أوسع من الخلود في الدنيا. الآن ذكر الحسين خالد إلى أن تقوم شنو؟ القيامة، صحيح؟ لكن هناك خلود أوسع، وهو خلود أنه ما بعد الموت أيضا يوجد بقاء لهذا الإنسان مع هذه النفوس الشريفة القدسية كالحسين سلام الله عليه. وهذا ما أعطاه معطيات القرآن، قال ما عندكم ينفذ، ينفذ عفوا، وما عند الله شنو؟ باق. زين أنت من تصير عند الله تطلع من الحياة الدنيا، راح تصير وين؟ عند الله. من تصير عند الله يختلف وضعك، هذا الخلود فيه سعادة أو هذا الخلود فيه شنو؟ تعاسة. السعادة هو لما يكون في طريق الله، تعاسة لما يكون في طريق الشيطان. إذن هذا الخلود منبعه، مصدره الارتباط بأصل الخالد المطلق وهو الله. فهذا يتعرف عليه في أسمائه الحسنى. لما تقرؤون دعاء الجوشان 1000 اسم من أسماء الله الحسنى، من ضمن الأسماء أنه باقي، أنه سرمد. في هذا أيضا فلاسفة الإسلام مثل ملا هادي السبزواري شرح خلود الله، شرح بقاء الله، شرح الأسماء هذه، نفس الأسماء الحسنى. هذا إشارة لمن يريد أن يبحث المسألة وين يحصلها في منابعها ومصادرها. زين، على هذا الأساس إحنا نقول لما نريد نعرف خلود ثورة الإمام الحسين ليش صارت خالدة، إحدى الإجابات بشكل سريع، إحدى، مو كل الإجابات، إحدى الإجابات المهمة ارتباط الحسين بالله من خلال كتابه وهو القرآن الكريم. أنت إذا مرتبط بالله شيء طبيعي مرتبط بإيش؟ بكتاب الله. إذا مرتبط بكتاب الله أنت مرتبط بالله سبحانه. إذن خلنا إنجي نشوف القرآن شلون تحدث عن الحسين، شلون عرف الحسين، شلون عرف ثورة الحسين. لأن احنا نقرأ في القرآن أنه تبيان لإيش؟ لكل شيء. ووصف نفسه تبيانا لإيش؟ لكل شيء. هو نفسه القرآن. فما معقول القرآن يصف الأشياء الأخرى ويغفل عن رجاله، عن أوليائه، إلا منهم من؟ الحسين، اللي نزل القرآن في بيوتهم. ولذلك الحسن قال لذاك الشامي إذا تريد أراويك زغب وريش وبقايا جناح جبرائيل، آثار جبرائيل، تعال البيت وياي أراويك آثار جبرائيل. إذن هم رجال القرآن، هم أهل القرآن. هذا القرآن غض طري، ما شنو؟ ما يأتي عليه يا أخي القدم، ما يأتي عليه الجمود، غضا طريا وصفته الروايات. يقول الإمام الصادق يجري مجرى الليل وإيش والنهار. الرواية تقول باطنه ظاهره أنيق وباطنه شنو؟ عميق. وفوق نجومه له نجوم وفوق نجومه نجوم، أو له تخوم وفوق تخوم، تقرأ بالشكلين، وفوق تخومه تخوم، يعني ليه أعماق، تجدد مستمر في العطاء، ما يوجد إليه حد محدود. فالقرآن الآية الواحدة تشوف فيها كذا معنى، بقدر استيعابك، بقدر معارفك ومعرفتك، بقدر ذلك تستطيع تستجلي المعاني. إذن هو في تجدد. هذا المعنى انقدحت شرارته في ذهني من خلال شنو؟ البيت اللي ذكرته في بداية القصيدة،
اللي قلت لك شنو، احفظ هذا البيت، هو لب اللباب في هالبيت. شعراء الحسين هم أول من اكتشف لرقة عاطفتهم وارتباطهم بالحسين، أقصد بالذات العلماء منهم، هؤلاء الشعراء هم اللي بيّنوا هذا المضمون، قالوا هذه الجدة والتجدد وهذه الديمومة والمعاصرة والطراوة والغضاضة إنما هي بسبب القرآن. الحسين كان عدل القرآن، ومن هنا أمرنا بالتمسك به وبالقرآن. الشاعر الأعسم يقول: بنفسي من لا زال غضا مصابه كما لم يزل غضا مدى الدهر. شنو مصحف؟ المصحف هو ما هو؟ القرآن. يقول هذا مثل القرآن، شبه الحسين بالقرآن. قال شلون القرآن جديد دائما، له معاني جديدة ودائما في إبداع وخلاقية وما يتوقف. وهذا عصارة أحاديث كثيرة يعني بالمناسبة. كذلك يقول ثورة الإمام الحسين، هذا شاعر آخر متأخر بمئة سنة عن ذاك الشاعر، اللي هو الشاعر الأديب الشيخ عبد المنعم الفرطوسي من أدباء النجف، وولد ما زال موجود، ولد في سنة في عمرنا تقريبا، زار البحرين أيضا مرتين أو ثلاث، التقينا به في سوريا وكذا عند صداقة ويا السيد الغريفي، زار البحرين عدة مرات. هذا شيخ عبد المنعم عند ملحمة يسمونها الملحمة الحسينية من سبعة مجلدات بقافية واحدة، يعني ما أدري إيش قد راح يصير، أكثر من ألف بيت، سبعة مجلدات الملحمة الحسينية من بدايتها لنهايتها. هذا أديب، وعند ديوان شعر من جزئين من مجلدين غير الملحمة. في ديوان الشعر مو في الملحمة يوجد هذه القصيدة اللي أذكر منها بعض الأبيات، هو قايلينها في مولد الإمام الحسين أو في ليلة العاشر. يقول: ناجيت ذكراك، يعني الإمام الحسين، حتى عطرت كلمي كأن ذكراك قرآن. لاحظ، كأن ذكراك قرآن جرى بفمي، وهزني لك من أرض الحما، وترن جس العواطف في ضرب من النغم، قد أرقص القلب حتى خلته حببا يطفو على كؤوس الولا بالضرم. يا مصرع الشمس حدثنا، الحسين مصرع الشمس، لما صرعت الشمس، يا مصرع الشمس حدثنا، فأنت فم يجيد تفصيله فصل الحزن والألم، عن نهضة في سبيل العدل عاصفة طغت على سبل نسيت الكلمة بالحممي. هذه يصف ثورة الإمام الحسين. احنا شاهدنا الأول: ناجيت ذكراك حتى عطرت شنو كلمي، شنو؟ كأن ذكراك قرآن جرى بفم. هذا اللي سردناه كله في هالمقدمة يستدعينا أن نقول ذلك: إذا أردنا أن نعرف الحسين وثورته وأحداثه وسيرته، علينا بإيش؟ بالقرآن. والقرآن مصدر وثيق واضح وغير ملتبس، فيبين هذه الثورة. فأي واحد يتكلم بطريق القرآن عن ثورته لن يستطيع أحد يعترض عليه: هذا حديثك حديث خرافة، هذا حديثك حديث مو مبتكر، هذا حديثك ما في تجديد. القرآن مصدر التجدد، فإذا أردت أن تتعرف على ثورة الإمام الحسين فعليك بالقرآن شنو؟ الكريم، عليك بالقرآن الكريم. ولذلك هذا القرآن كيف نستنطقه لمعرفة ثورة الإمام الحسين؟ أشير إلى ستة مناهج، إشارة إلى ستة مناهج،
حتى نعرف شلون هي ثورة الإمام الحسين. المنهج الأول طريق السنن القرآنية، وهذا ما صدرنا القرآن، ما صدرنا حديثنا بآية منه، سنة عن القانون الذي يحكم الكون، سنن الله يدير العالم. الكون ما يخرج عن إدارة الله، كيف يدير الكون؟ يديره وفق قوانين، مثلا هاي القوانين بعضها طبيعية بحتة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، هذه سنة كونية. هناك سنن قرآنية ترتبط بإدارة الكون من حيث المجتمع، من حيث خالقه يديره على ضوء سنن. يقول مثلا هذا المجتمع إذا في جماعة تظلم هذه راح ينزل عليها شنو؟ عذاب. هذه سنة غير قابلة للتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذا من صفات السنة، أن السنة مضطردة، مو يقول والله واحد أنا بظلم وبلعن أبو الناس وما بيصيدني شيء، يقول لي لا، مهما تكون قوتك. سنة الله قال وتلك القرى أهلكناهم شنو؟ لما ظلموا. بهايس هذا الشرط، يعني لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم شنو؟ موعدا. هذه سنة. احنا نريد نقول معرفة ثورة الإمام الحسين بواسطة القرآن من خلال السنن، السنن القرآنية. السنة القرآنية مضطردة، السنة القرآنية فيها عنصر الربانية، يعني أن الله يدير العالم بواسطة هذه السنن، فهذه السنن لا تخرج عن طوق الله وعن إرادة الله. هذا أيضا شنو؟ هذا من أمور السنة، السنة اللي نقصد بها القانون المضطرد الذي يجري في ساحة التاريخ. أيضا هذه السنن لا تصادر على الإنسان اختيارا، يعني الإنسان يستطيع أن لا يظلم فلا يصل إلى هالنتائج. ومن هنا إحنا نقول الأحداث التاريخية التي ترتبط بالسنن هي اللي لها ارتباط عام بالمجتمع، ومنها ثورة الإمام الحسين. ولذلك إذا درسنا ثورة الإمام الحسين على ضوء السنن التاريخية والقرآنية لن نصل إلى تفسيرات تمسخ ثورة الإمام الحسين. الآن يجي ناس يقول لك الإمام الحسين طلع من مكة ما قصد أصلا يثور على الظلم ولا قصد يقوض دعائم دولة بني أمية، وكان رايح للعراق ودعوا أهل العراق بس، وما كان يريد يزيل بني أمية ويريد يحارب الطاغوت ويريد يحالم الطاغوت، لا لا كذي رايح، والصدفة صار إن ذولا قالوا أمة بايع وإلا نقتلك، فهو قتل على هذا الأساس، مو أن إليه حركة وهي الحركة ينبغي أن تكون منهج وثورة لابد أن تكون نبراس، يعني يمسخ ثورة الإمام الحسين مسخ تام. هذا لأنه لم يدرس ثورة الحسين على ضوء معطيات القرآن. هذا يا أخي المنهج الأول الذي الليالي القادمة الليلة وليلة غد وما بعد غد إحنا في هالمنهج، أشير إشارة إلى بقية المناهج. المنهج الثاني لا، نتكلم عن الحسين من خلال مفاهيم القرآن. القرآن عرض مفاهيم أخلاقية في الصبر مثلا، في الشجاعة، في التغيير، وهكذا إليه مفاهيم معينة جاء بها. نعرض ثورة الإمام الحسين من خلال مفاهيم القرآن. الآن قد تقول هذه عناوين احنا كلها نعرفها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح، لا يوجد مفاهيم كثيرة منها السياحة في الأرض. نشوف ثورة الإمام الحسين على ضوء مفهوم قرآني وهو السياحة، كما تحدث القرآن فسيحوا في الأرض، هذه مفاهيم. عندنا منهج ثالث، القرآن يعرفنا بثورة الحسين. هذا المنهج الثالث مهم جدا
وهو القصص القرآني وبالذات قصص الأنبياء. أنا أعرف ثورة الإمام الحسين وأدرسها من خلال قصص الأنبياء أو قصص القرآن بشكل عام، سواء كانت للأنبياء أو لغيرهم. مثلا قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، هي مو لابد مربوطة بإيش؟ بنبي من الأنبياء. هذا قتل فيها طفل في المهد وقال لأمه اعبري الأخدود، وإذا طحتين في الأخدود فهذا في الله قليل. ثورة الإمام الحسين فيها مثل هذا الحدث، ولكن بالذات الزيارة قالت على أنه الحسين فيه شبه من كثير من الأنبياء، بل كل الأنبياء، كصاحب الزمان فيه شبه من كل الأنبياء، فيه سنة من آدم، فيه سنة من عيسى، موسى، نوح، إدريس، إلياس، يعقوب، يوسف، أنبياء ما شاء الله. دراسة ثورة الإمام الحسين ونحن قريبين جدا من القرآن بواسطة القصص القرآني والروايات تربط، يعني ما يحتاج واحد يفكر كثير لأن الروايات فيها معطيات تشير إلى ذلك. المنهج الرابع القرآني أيضا معرفة الإمام الحسين من خلال الآيات العامة التي نزلت فيه وفي أهل بيته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت فيه وفي أبيه وأخيه وأمه وجده محمد صلى الله عليه وسلم. محمد اللهم صل وسلم. خامسا هناك آيات نزلت وسور في الحسين بخصوصه، غير القضايا العامة، غير المباهلة، غير آيات الأبرار في سورة الإنسان، غير هذه، مثل سورة والفجر وليال عشر، هذه قيل في تفسيرها الفجر، فجر يعني شنو؟ يوم العاشر، ليال عشر يعني من الليلة إلى ليلة شنو؟ عشرة محرم، يقسم الله بهذا الفجر، فجر الحسين، هذا بواسطة القرآن. إذن المنهج السادس، ستة مناهج، المنهج السادس آيات قرآنية أولت في الحسين، تأويل مو تفسير ونزول، أولت في إيش؟ في الحسين سلام الله عليه، مثل الآية التي تتحدث عن الإنسان وكيف أنه ولدته أمه كره، هذه أولت في الحسين وفي فاطمة سلام الله عليه، وآيات كثيرة، حتى أنه بعضهم ألف كتابا الحسين في القرآن لكثرة الآيات النازلة في إيش؟ وأولت في الحسين. إذن إحنا المنهج الأول السنة القرآنية، السنن، هذا كيف اهتدينا إليه؟ قلنا من خلال أوثق شعراء واقعة الطف. أنا ذكرت لك ناجيت ذكراك وقلت لك من هو صاحب القصيدة، بس ما قلت لك من هو صاحب البيت في القصيدة اللي صدرنا بها المجلس، وهذا إليه قصائد كثيرة تعرفونها. هذا الشاعر بالذات قريب إلى أنفسكم لأنكم تسمعون أبياته وإن لم تعرفوا، أختم به، وهو الشيخ عبد الحسين الأعسم. الأعسم عائلة من المدينة المنورة هاجرت للنجف، فهذا من هذه الأسرة العريقة في النجف، من أسر النجف القديمة. النجف خب ما كانت، كان قبر أمير المؤمنين فهاجر إليه الناس، كانت الكوفة موجودة، النجف ما كانت، فهاجرت أسر، هذه أسرة عريقة بيت الأعسم هاجرت إلى وين؟ من المدينة إلى النجف.
هذا عند أبيات كثيرة قصائد، منها القصيدة هذه اللي ذكرناها بنفسي من لا زال غضا مصابه كما لم يزل غضا مدى الدهر مصحفه، منها قصيدة ثانية نقراها احنا في أيام العشرة بالذات ليلة الخامس أو يوم الخامس ووقوف مهر الحسين، ها اللي يقول في بدايتها ذكر الحسين ويوم عاشورائي أغرى دموع العين بالإجراء وتذكري رزء الحسين بكربلا. هذا إلى أن يجي يقول ويلاه إذ وقف الجواد فلم يسر فدعا في قومه الخلصاء. ليه قصيدة ثالثة أكثر شهرة عندكم تعرفونها وهي قريبة إلى ما تمارسونه في مجلس الحسين وتبين السبب لهذا الذي تمارسونه في مجلس الحسين وهو قوله تبكيك عيني ها لا لأجل مثوبة لكنما عيني. هذه قصيدة لها كرامة مقبولة عند أمير المؤمنين. القصيدة يقول هذا الولد الأعسم أبوهم شاعر فقال القصيدة هذه الذي ذكرنا هذا البيت منها، يقول جاء يعرضها على أبوه، عادة يعرض القصيدة على أبيه، يقول قبل ما أعطيها للشعراء وإلى الخطباء وإلى الرواديد أعرضها على الوالد، الوالد يقول لي زين هذه شاعر أديب عالم، يقول عرضها عليه قال هذه قافيتها شوي قاسية ما يقدرون عليها، فأخذها ووضعها تحت المصلى، كان يصلي وضعها تحت المصلاية. يقول في الليل عند السحر وإذا طارق يطرق الباب وإذا واحد يسمونه شيخ علي القارئ مقرئ وخطيب معروف وعالم أيضا، هاش جابك هذا الوقت وقت السحر؟ قال لي أنا الآن انتبهت من النوم شفت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ودخلت عليه وأعطاني ورقة فيها قصيدة ويطلب مني أقراها على ولده الحسين. هذول ما يتعاملون مثل مع هذه المنامات كأي منام، مو منام عادي. يقول جيت إليك وأريد أعرف، وهذه القصيدة ما حفظت أنا منها إلا بيت، هذا البيت قست القلوب فلم تلن لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. يقول أبوي قال لي قال لي عجيب هذا البيت موجود في القصيدة اللي قالها ولدي. فجو شال المصلى وطلع الورقة قال هذه الورقة التي أراني إياها أمير المؤمنين، يعني هذه القصيدة تبكيك عيني لا لأجل مثوبة. قال لي للولد خذ القصيدة واعطها للشعراء وللخطباء وللرواديد فهي مقبولة عند أمير المؤمنين.